مرحبا. اليوم وصلنا إلى منتجع صغير وجميل في داخل غابات منطقة داتير. هذا المنتجع أو مكان راحة، شو تريدون تسموه، عبارة عن بعض الشاليهات الصغيرة المبنية من الخشب. والشاليهات مو بشكل الشاليهات اللي تعرفوها انتم او احنا شايفيها. شاليهات عبارة عن غرف اسطوانية الشكل مبنية من الخشب. سندير الكاميرا وتشاهدون كيفية بناء هذه الشاليهات. ولو رغبتم الاقامة فيها ليلة او ليلتان، يمكنكم الاتصال بأرارات للسياحة لنؤمن لكم الحجز في هذا المكان. مكان هادئ، فقط نسمع أصوات الطيور وحفيف أوراق الأشجار وصوت الرياح. هذا المكان ليس كالأماكن البيروقراطية. ولو صورنا داخل الشاليه، هو بصراحة فكوخ بسيط يسع هنا لثلاث أشخاص، ما به أثاث يعني، نقول بقدر ما هو شاليه للذين يرغبون قضاء نصورها من الخارج أيضا. الشاليهات عبارة عن غرف أسطوانية الشكل هذه، ويطل على هذا الوادي العميق. هذه الورود المزروعة أمام الشاليه.